معايير اختيار الأنشطة المدرسية الهادفة. إن الأنشطة المدرسية الهادفة هي تلك الأنشطة البناءة والمفيدة والتي تحقق أهداف النشاط، بحيث يتم اختيارها وفقا للمعايير التالية: يجب أن تتناسب الأنشطة مع خصائص نمو التلاميذ العقلية والانفعالية والاجتماعية والحركية والبدنية واللغوية وإلى آخره، وتحقق النمو الشامل. كذلك يجب أن يكون للأنشطة المدرسية أهداف محددة وواضحة لكل من مدير المدرسة والمدرس والتلميذ وولي أمره. يجب أن تستمد أهداف الأنشطة المدرسية من أهداف التربية العامة. يجب أن تكون الأنشطة المدرسية وثيقة الصلة بأهداف العملية التعليمية وبالدراسة داخل الفصل. كذلك يجب أن تتنوع مجالات الأنشطة المدرسية حتى يجد التلاميذ العديد من الفرص للتعبير عن ميولهم وأشباع حاجاتهم بما يتناسب مع قدراتهم والفروق الفردية بينهم. وأخيرا يجب أن تخضع الأنشطة المدرسية للملاحظة الدقيقة والمستمرة من قبل رواد النشاط وهم المدرسين المتميزين. مجالات النشاطات المدرسية وأنواعها: تتعدد مجالات الأنشطة المدرسية بتعدد الأهداف والأغراض المراد تحقيقها، وكذلك بحسب الإمكانات المتاحة والقدرات المتوفرة لدى المشاركين والقائمين على تلك الأنشطة. وهنا يجب التنويه إلى أن هناك جوانب تعليمية قبل الجوانب التطبيقية في الأنشطة، والذي من الممكن أن لا يكون معروفا لدى كثير من التلاميذ، فالنشاط لا يمكن أن يكون مرغوبا ومشوقا إذا لم يكن لدى التلميذ المهارات الأساسية لممارسة النشاط. ومن مجالات الأنشطة المدرسية نذكر بعض منها: أولا، مجال الأنشطة البدنية والرياضية، ويشمل جميع الرياضيات والأنشطة الحركية التي تتناسب مع قدرات واستعدادات التلاميذ، وكذلك الجوانب العلمية والنظرية للحركة والنشاط البدني والرياضي. ثانيا، مجال الأنشطة الثقافية، وتشمل الإذاعة وصحف الحائط والإعلام واستخدام المكتبات المدرسية والمعارض والكتابة والقراءة والخطابة، وكذلك الندوات وكل ما يرتبط بالتنمية الثقافية. ثالثا، مجال الأنشطة الفنية، ويشمل الجوانب الفنية في مجملها كالرسم والتمثيل المسرحي والأشغال والتصوير والنحت والأعمال اليدوية. رابعا، مجال الأنشطة الاجتماعية، ويشمل جميع الأنشطة التي يكون الهدف منها التنمية الاجتماعية ويشترك بها أكثر من تلميذ، كالحفلات والزيارات والأعمال التطوعية وجميع المجالات الأخرى. خامسا، مجال الأنشطة البيئية، ويشمل الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالبيئة كالرحلات وتربية الطيور والحيوانات وحملات التوعية بالنظافة والمحافظة على البيئة. وأخيرا، مجال الأنشطة العلمية، ويشمل التجارب في جميع المجالات العلمية وزيارة المصانع والمسابقات العلمية.